اهلا ومرحبا بكم وحلقه جديده من برنامجكم هذا انا. ضيفي وضيفكم اليوم شاعر كبير رائع مميز، ضيفنا الشاعر علي عسيري. علي عسيري وعلى مدى 4 عقود استطاع أن يشكل لنفسه مدرسة مختلفة تحمل آفاق في الخيال، آفاق في الإبداع، آفاق في التجديد. حالم قدم العديد من الأغنيات الرائعة والمميزة بحناجر أو من خلال حناجر الفنانين في المملكة العربية السعودية وفي الخليج وفي الوطن العربي. شارك بالعديد من الأمسيات، شارك بكثير من الفعاليات الوطنية المهمة، وأيضا شارك جمهوره بالجمال الذي يتدفق منه من خلال العمل الصحفي. علي صاحب منهج مختلف ورؤية مختلفة في الشعر، خاصة في شعر التفعيلة. استطاع أن يضع لنفسه رسمة مختلفة وصورة مختلفة، إذا رأيناها قلنا هذا هو علي عسيري. الشاعر السعودي علي عسيري ولد في مدينة الرياض وعاش في المنطقة الشرقية. حياة بسيطة وغير متكلفة ظهر تأثيرها في قصائده فيما بعد. شكلت له وفاة والده صدمة حقيقية لارتباطه الوثيق به. كان متفوقاً دراسياً فيما يخص المواد الأدبية، ومنحه هذا التفوق ليكون أصغر كاتب زاوية صحفية في جريدة اليوم السعودية قبل أكثر من ربع قرن. لكن كتاباته الجريئة عرضته للإيقاف ليسافر بعدها للكويت. عاش هناك عدة سنوات ثم سافر إلى بغداد. هذه الغربة أثرت أيضاً في قصائده لمنحها الكثير من الخضرة والشمولية. التقاؤه أيضاً بعملاق الشعر الغنائي فائق عبد الجليل وصداقته له أثرت في رفع مستوى قصائده الغنية التي تغنى بها أغلب نجوم الغناء العربي. علي عسيري حالة خاصة واستثنائية من بين الشعراء الغنائيين. علي عسيري يكتب بسيط الشعر، عسير المعنى. علاقة المبدعين بالوالد والوالدة وعلاقة غير المبدعين هي علاقة نموذجية معروفة لنا تماما. اللي يغلب على الأمهات دائما أن حياتهم أو طبيعتهم أكثر رقة، أكثر نعومة، أكثر حنية. لكن ماذا يقول علي عسيري عن والدته الله يحفظها؟ علي، قلت أنا كنت أنزل عند قدم الوالد لأرتفع. أكيد، ولا أزال يعني أتمنى أنه يرجع يوم وأفقد نظري، والله يا صالح هذه حقيقة. وأتمنى من كل أبنائنا وبناتنا أنهم يعون أن وجود الأب أو الأم في الحياة يعني شيء يرفعك، ما هو شيء ينزلك. ولما تنزل لرجل أبوك أو أمك وتقبلها فأنت ترتفع إلى السماء، هم أجنحتك. أنا فقدت بأمانة يا صالح، لما فقدت الوالد فقدت جزء من حياتي، يعني من صداقاتي، من علاقاتي، لأن أبوي كان صديقي، ما كان أبوي يعني كان صديق أكثر من أب. يعني كيف تشوف علاقة الأبناء بالآباء في هذا الوقت بالذات أو في هذه الفترة؟ للأسف طبعا، إن شاء الله نمو دا مش كل الأبناء والبنات يعني ما يعيشون حقيقة الأب والأم. الآن الأب والأم، في السابق كان الاحترام يختلف، كنا نخاف من نظرة بس من الأب أو من الأم. الآن ما وين يخاف يا صالح؟ الحين للأسف يعني الآباء يعني يعانون في بعض الأحيان من أبنائهم، يعني عقوق يعني أو عدم احترام. والله لا، هو مش عقوق. أنا أعتقد أن الأجهزة الذكية واللي أنا أعتبرها أجهزة غبية للأسف شتتت أذهانهم، يعني خرجتهم من الواقع الحقيقي للحياة، خرجتك من واقعك من حقيقتك إلى أنك أنت الآن علشان تكلم
أخوك أو تكلم ترسل له واتساب يعني، طيب ارفع السماعة وكلمه أحسن يعني. تواصل معاه بشكل حقيقي يعني، لا تتواصل معاه بالعالم الافتراضي اللي احنا عايشينه. للأسف يا صالح، وأنت أدرى يعني، أنت رجل خبير في الحياة يعني، حقيقة الأمر أمنيتي أن الزمن يعود 20 سنة أو 30 سنة إلى الوراء، يا رب أتمنى يعني. ما تعتقد أن كل جيل له نمط في حياته ونمط في سلوكياته وله ظروفه؟ يعني احنا مثلا، هل أنت رافض هذا الواقع ولا قلق على مستقبل الجيل؟ أنا أعتقد أنه كون لنا جيل غبي للأمانة يعني، أعطانا جيل ما يقرأ، جيل ما قاعد يتفاعل مع الحياة بحقيقتها يعني، مندفعين أصبحوا حتى يعني، أنت شايف تويتر، أنت شايف الأجهزة الذكية إيش عملت في التواصل الاجتماعي بالذات، خلقت جيل غريب، وفي بعض الأحيان أحس أنه متخلف، أحس أنه في تخلف يعني. تأثير الأنثى على علي عسيري، أنا أعرفك دائما حزين متشائم، وكأنه هناك يعني خلف كل قصة حب وجع ونهاية صادمة، هل هذا واقع حقيقي ولا تبي تحزننا زود على الحزن اللي فينا؟ لا والله، ولا أشوف يا صالح، الأغنية بالنسبة لي هي حالة، الأنثى هي أغنية بالنسبة لي حقيقة الأمر يعني، هي أغنية أصلا يعني، ويعني في ناس يقول هي قصيدة، أنا أقول هي أغنية أساسا، مجموعة أنغام، مجموعة يعني مقامات، في بعض الأحيان يكون مقام الصبا تسمعها طبعا، مقام الصبا مثلا أنا أعشقه، أحب البيات يعني، وأعتقد أن ثلاثة أرباع أعمالي كلها بيات، وده شيء غريب يعني، يمكن كان النص يفرض على الملحن أنه يروح بيات، وأوقات أنا أدفع أنه يروح للبيات، ويمكن هذا اللي السر في أن الأعمال تبقى، البيات والصبا هم يشبهون الأنثى بالنسبة لي. ما هو حزن. أجمل أغنية أو أجمل أنثى في حياتك من هي؟ أمي. أجمل أغنية؟ أمي هي أجمل معزوفة موسيقية يمكن، أو سيمفونية في العالم. الله يحفظها. آمين. أنا أعرف تماما أنه فترة رمضان هذه تقضيها معظم الأوقات مع والدتك. صحيح، لسبب صالح. شوف، أمي يعني دائما في ناس يعتقدون هي ما شاء الله عليها قوية يعني. الله يحفظها. آمين، ويحفظ لك يا حبيبي، ويخلي كل أمهات الناس اللي في العالم. حقيقة الأمر أنا لما أتذكرها وأتذكر أبوي أشوف أنها كانت أشد من أبوي يعني، أبوي صارم في شغلات كثيرة، لكن هي أكثر شدة من الوالد. أعتقد أنها هي طبيعتها لأنها تهامية يعني، وتعرف التهم ذول اللي من الجنوب عادة صعبين، وعاشت حياة صعبة، كانت هي اللي تذبح، هي اللي تصلخ، هي اللي تقدم، لأن ما كان عند أبوها أولاد، فكانت هي اللي تستضيف الناس، وهي اللي تذبح، هي تذبح ذبائح. لحقت جزء كبير من التجربة. حدثني عن كذا صور من ذيك الفترة. من أجمل التجارب اللي أنا لا أزال أذكرها يعني، لما كنا في رجال ألمع عند جدي بلال رحمة الله عليه، فالوالدة يعني كانت هي اللي تدير الحياة في بيت أبوها يعني. يعني كان جدي رحمة الله عليه طبيب شعبي، كان يداوي الكسور ويداوي الأشياء هذه بطريقة عجيبة يعني، كان رجل استثنائي، وامرأة زي أمي أعتقد أنها استثنائية، لأنها كانت قلت لك تدير يعني، ممكن إن شاء الله لو 40 رجال يجي ما شاء الله يعني، تقوم في المكان، وتعرف كان الوضع ما هو بزي الآن يعني، مرة متغطية ولابسة مدري إيش، وكانت يعني مرة حية فاعلة هي اللي تنزل تشتري الذبائح، وهي اللي تختارها، وهي اللي تذبحها، وهي اللي تصلخها، وهي اللي تطبخها يعني. تخيل الآن المرأة كل شيء يجيها من المطعم يعني. الآن جلساتك مع والدتك تستحضر كل هذه الصور وهي قدامك؟ أنا أشوفها في ملامح، ملامحها عجيبة يعني، هذه الجنوبية الراقية جدا يعني، أحس أنها تعلمت من أبوي في شيء واحد،
أخذت منه لأنه كان صوته جميل الوالد رحمة الله عليه، وكانوا في الجنوب يسمونه يطرق، اللي يطرق تعرف شلّه، فكان يعني لا يزال في وجهها جزء من ملامحه أشوفه، يعني الحب الأحاسيس اللي أنا أحتاجها أجي أخذها منها، يعني كل ما تعبت يا صالح، وأنا ياما أكثر أيامي المتعبة يعني للأسف الشديد أجي عندها في حضنها ترتاح. طبعا أحس أنه هذا اليوم أحلى يوم في حياتي لما أروح لها. وفيه عادة عندها أتسابق أنا وياها من يتصل على الثاني. الله. والله أوقات تسبقني أقول أنت سبقتيني، أنا مفترض أني أكلم الحين، قالت لا أكيد أنت فيك شيء ما كلمت تأخرت ساعتين. فيها يعني في كيمياء عجيبة بيني وبينها. كيف تنظر لك الآن؟ تنظر لك على أنك ذاك الطفل الصغير علي؟ إلى بكرة تنظر حتى لمحمد أخوي يعني الكبير على أنه طفلها، يعني كلنا أطفال بالنسبة له. الله يمد في عمرها ويمد في عمر كل أمهاتنا. اللهم الله. آمين يا رب. علي لازلت تقرأ زي زمان ولا ما عاد في عندك حرص على، ما عاد في فضول؟ لا شوف القراءة الآن بالنسبة لي يعني خفت مش زي أول. أول كنت نهم للقراءة، يمكن الحين السبب يعني تناقص يعني نظري، يعني صرت ما أشوف بشكل كويس كثير، مفترض أركب نظارة طبية أكثر من كذا، لكن بدأت يعني أقل من أول بمراحل للأمانة. وأعتقد أنه دائما أدعو الله يعني أنه إذا أخذ بصري أن يبقي بصيرتي، أملي في الله كبير. إن شاء الله إن شاء الله ترى ببصرك وبصيرتك طول العمر يا رب. الكسل، الكسل من الصفات غير المحببة عند الكثير من الحكماء والعقلاء وحتى المسؤولين، ينظرون إلى أنه الكسل هذا سبب من أسباب تأخر الإنجاز وتأخر عجلة الحياة. لكن بالنسبة لبعض المبدعين الكسل شيء ممتع، والكسل يؤدي إلى نتيجة. ترى ماذا يقول علي عسيري عن الكسل بعد الفاصل؟ طلال مداح صوت الأرض، هذا الرمز الوطني الشامخ والذي نقل مشاعرنا وأحاسيسنا إلى كل بقاع الأرض وإلى كل أصقاع الدنيا. المعرفة أو القرب من هذا النجم كانت تشكل جمال وفرح وسعادة لكل من حوله، لكن بالنسبة لعلي عسيري كان الموضوع مختلفا. لماذا؟ في أحد أكسل منك في حياتك؟ لا ما أعتقد. صدق والله أنا ما أعتقد في المملكة العربية السعودية واحد أكسل مني. أنا رغم من أحب هذا النوم. التوقد الذهني الحاد على مدار الساعة، أنا أحب النوم أوقات، أنا ما أشتغل أي شيء في الدنيا، أنا ما أحب أشتغل يعني أني أقوم الصبح وأروح دوام وكذا، لكني أصحى يعني. أول كنت أمارس النوم والكسل بطريقة ممتعة. أحس أن الكسل قيمة. في ناس يقول لك أنت كسول، صحيح، لكن ثق بأنك يعني لما تكون كسول بهذه الطريقة فأنت تحمي نفسك من أشياء كثيرة، يعني الهطولة والهجولة والشغلات الكثيرة دي ما لها داعي بالنسبة لواحد في سني أو حتى في الطريقة والحياة اللي أنا عشتها. يعني عشت حياة صعبة في أوقات كثيرة، جربت أشياء صعبة وجربت الخذلان وجربت فقد الأصدقاء الحقيقيين، جربت أشياء كثيرة يا صالح. استسلمت؟ لا لو استسلمت ما كان أنا موجود أمامك الآن. محبط؟ أكيد في بعض الأحيان تصاب بإحباط لما يخذلك
أقرب الناس لك وأكثر الناس اللي أنت يعني كنت معاهم أكثر من 30 سنة في 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 أزمتك الحقيقية يتخلون عنك وينسون رقمك وينسونك ويشطبونك من حياتهم، مع أنه من المفترض أن يكونون موجودين معك وقت الأزمة. حقيقة الأمر كما كنت معهم في السابق، أنا ما أمل أنهم يفكرون كيف كنت معهم في السابق، على الأقل كنت أتمنى أنهم يفكرون في العيش والملح. هذا الوجع هل هو مرتبط بطبعك من طفولتك، أو هي النظرة التشاؤمية للحياة، أو يعني هل تعتقد بأنه هذا الحب إذا صار قدامك يصيبك حزن لأنك حتفقده؟ إيه أوقات صحيح، أنت كلامك سليم، يعني إذن أنت تستشرف القادم وأنت في عز الفرحة، ويمكن هذا جزء من اللي من الانتكاسات اللي تصيبني يعني. يمكن حتى لما رثيت نفسي كان في عمل غناه راشد الماجد وعمل غناه سعد الفهد، غنوا الاثنين اللي هو أبي أرحل عن الدنيا وأنا ساكت، فكنت أرثي نفسي يعني، قلت يمكن أنا لما أموت ما حد يدري عني يعني، أو ما حد يشعر فيني. طولة عمرك يعني. الله يخليك، وهذا حقيقة يعني، يمكن النص هذا يعني أشعر بأنه يمثلني كثير. كنت أشعر بأنه لو يعني رحت في أي لحظة كأي إنسان يعني يمكن ما في حد يذكرني، ويمكن هذا كان يأذيني إلى الآن يعني. علي، هذا الهرم الثقافي والأدبي والإبداعي في الخليج العربي وفي المملكة العربية السعودية اللي ارتبط بمشاعر وأحاسيس ووجدان مجتمع بأكمله، تجد أنه هناك قصور من قبل الجهات المعنية بالأدباء، من يعني الجهات الثقافية الرسمية والجهات الإعلامية الرسمية. هل احتضنت الأدباء والشعراء اللي أفنوا زهرة شبابهم من أجل ارتقاء بالذائقة والإنسان في مجتمعهم، أو أهملتهم؟ لا، أهملتهم أكثر من أنها تحتضنهم. أولا اذكر طارق عبد الحكيم رحمة الله عليه، واذكر طلال مداح رحمة الله عليه، واذكر اللي موجودين يعني مثلا الأستاذ الموسيقار غازي علي، اذكر مثلا يعني مجموعة ما أبغى أنسى أسماء كثيرة. إيش نوعية الأهمال؟ يا أخي مفترض أنه يكون عندنا يا صالح تفرغ مؤسسة تفرغ الناس هذول وتشرف على حياتهم. يعني كيف يموت شخص زي طلال مداح رحمة الله عليه وهو مديون، وهو يعني يلا حصل على بيت من الأمير فيصل بن فهد رحمة الله عليه يعني، وما يكون عنده إلا سيارة يعني مهترئة؟ شيء يأذيني يعني. أنا أذكر لما كنا في الشرقية وكان موجود رحمة الله عليه، كنت أقول له يا ريت أبو عبد الله تكون معانا في الشرقية وناخذ لك بيت وكذا، قال لي من وين؟ تخيل يا صالح، هذا الإنسان اللي أمتعنا وأطربنا طلال مداح لنصف قرن. اي احنا نتكلم عن شخصية بحجم طلال مداح رحمة الله عليه، وتقول له يا ريت تاخذ لك شقة أو بيت هنا علشان كل فترة تجي للشرقية أو تاخذ لك شاليه على البحر، يقول لي من وين؟ شو من وين؟ في الدول اللي تحترم الإنسان وتحترم الفن يا صالح، شخصية زي طلال مداح يجب أن يكون عايش مرتاح، وأن يكون عندك كل سبل الراحة في الحياة، وأن يؤمل لك كل شيء في الحياة. الفنان مظلوم في المملكة العربية السعودية، يمكن من خلال السنة هذه بالأمانة، يمكن السنة ذي في رياح تغيير وتجديد، أنا متفائل فيها. إيه طبعاً السنة هذه. نعم. بس أنا أتمنى أني أشوف يعني خلال السنة الجاية شارع باسم طلال مداح، شارع باسم يعني محمد العلي الفنان الممثل رحمة الله عليه، أشوف طارق عبد الحكيم، أشوف عبد الله محمد، أشوف يعني أشوف شارع يا أخوي، ترى شارع يعني حط له اسم يا أخوي. يعني في ظلم واقع على الفن في المملكة العربية السعودية في الفترة السابقة. شيء صعب يا صالح أن تموت وحيد زي عبد الله محمد، أو تموت مديون زي طلال مداح، اللي أمتعونا لسنوات، اللي أساساً شكلوا ذائقة الأغنية في المملكة العربية السعودية، كانوا أهم من وزارة أي إعلام في السعودية. مرت طلال مداح وزارة إعلام متنقلة يعني، كان وسفير لحضارة وسفير طبعاً لتقافة. محمد عبده يعني الله يمد في عمره يعني لا يزال هو وزارة الإعلام. أنا بالنسبة لي أشوف أن محمد عبده هو لا يزال أهم وزارة إعلام متنقلة. نعم. بالنسبة لنا في الوطن العربي وفي الخليج.
بعد الفاصل يتحدث علي عسيري بحديث يسيل له اللعاب. عرفتوا عن ايش سأتحدث؟ سأتحدث عن الطبخ. الكثير يسألني ليش تسأل عن الطبخ؟ أنا ما حجاوب، أنتم تعرفون الإجابة بعد ما يتكلم علي عسيري. العلاقة مع المدرسة علاقة طويلة تمتد من طفولات الإنسان إلى أن يشتد عوده. قد تبدأ علاقة حميمة وقد تبدأ علاقة قائمة على قسوة وعلى جفاء. علاقة علي عسيري بالمدرسة والجلد، تابعوا معنا. علاقتك بالكرة، كرة القدم؟ أحب برشلونة وأحب النادي الأهلي. وكلاعب؟ شوف، كلاعب أنا أعتقد أن ميسي أعظم من أنجبته كرة القدم يعني في العالم. استثنائي. تضر لك كفنان؟ طبعا، هو أساسا هو أهم موسيقي وأهم شاعر موجود الآن. هذا الرجل يعزف بأقدامه، يعني أدواته يعزف بأقدامه. نعم. عنده أدوات حلوة يعني. نعم. سحب في عيال خلق الله كلهم. لعبت كرة أنت في الزمانات؟ ما أعتقد يعني أني حكون لاعب كويس، يعني يعني وقفت كذا مرة، يعني حاولت بس تعرف يعني مع يعني كنت ضمن فريق حارة؟ حارة القزاز. وين كنت تلعب؟ في حارة القزاز. وين موقعك؟ وين موقعي؟ هجوم؟ لا مو هيك. لا صدق والله، رأس حرب ما يشوف مصحب. لا صدق والله، يعني تخيل كنت أحب أكون حارس في يوم من الأيام. ليش ما أدري، رجال ما تشوف تصير حارس مهبول أنت، يعني صعبة يعني ما أدري شلون، يعني كنت ما أشوفه، كنت أحب إني أكون حارس. ما قلت لك في أوقات تجيك فصلات عجيبة في حياتك، هاي من ضمنها يعني إنك تحلم إنك تكون حارس وكنت ما تشوف تصير حارس. علي عسيري حبيت؟ إيه، من اللي ما يحب؟ لا حبيت. حبيت أكيد. زمان ولا قريب ولا في بداية؟ زمان. بداية زمان الشباب، بداية زمان الصباح. زمان يعني. إيش تأثيرات هذا الحب على شخصيتك وعلى حياتك وعلى فكرك؟ لا يزال إلى الآن معي هذا الحب ذابحك. مشتغل فيني، شغال. يا أخي توجعنا في قصائدك، يعني علمني احكي. ما أدري يعني، أنا أشوف يمكن في أعمال أنت تكتبها فرضية، يعني كأنه في إنسان أمامك تستحضرها. وأنت أكيد عارف بهذا الموضوع. وفي أوقات هي القصيدة اللي تكتبك. في أعمال زي أنا ومريم والمسيح، هذا النص هو اللي كتبني، يعني مش أنا اللي كتبته. في نص زي مثلا شجر ليمون، هذا النص هو اللي كتبني أنا. ما كتبته أنا، شعرت بعد ما انتهيت من النص، فقت من الحالة اللي أنا فيها بعد ما خلص النص. العرافة يعني هذا من الأعمال اللي يمكن نادراً سمعه أحد. ما عمري قلته يعني. وخليني مدام أنا عمري ما قلته أنا بقوله معك أنت، لأنه أنت استثنائي. قولي. أنت صالح المختلف. قولي. يعني لازم يكون معك عمل زي كده. طبعاً أسعد. نقول خطت على الرمل بعصاها وناظرت لي وهي بتحرك عصاها، خفت من كلام قالته قبل ما تحرك شفاها، وابتدت من راسي رحلتها إلى أخمس قدم. ارتعشت وخيم بروحي الألم، قلت يا علو عساها ما تزيد وهام عمري، يا عساها أضحكت وكنها تدري عن اللي دار في فكري، وقالت لي يلي مضيع عن فكرك وشايلن الهم من صغرك، وش بلاك مضيع عمرك تجري ورا المجهول وتخالف المعقول، والله عجيب أمرك، اسمك رحيل وجسمك عليل، عطني دليل الجرح في صدرك، محسود يا وليدي لأنك تحب الناس،
تعطيهم الغالي من جوهر الإحساس. خلك مع ربك، لا تلتفت للناس، وانصحك قبل امشي، الحب له امشي، تلقى قلوب الناس لك كلها تمشي. الله عليك حبيبي. الحب له امشي، تلقى قلوب الناس لك كلها تمشي. أبغى أرجع لفترة الدراسة الابتدائية، وصفني علي في ذيك الفترة. فاصل ومهبول وما عندي سالفة. أبيها والله العظيم يا صدق صحيح. يعني كنت هوشات طقار. إيه كنت أحب الهواش، وكان أخوي طاردني من مكان لمكان محمد علشان يدخلوني المدرسة. ما تحب المدرسة؟ ما حبيتها ولا راح أحبها يعني. من المدرس اللي أزعجك في هالمدرسة؟ لا مش المدرس، نظام التعليم كان عندنا سيء. تعليم بالجلد، تعلقني على الباب وتضربني مهبول. أنا والله العظيم كان يعلقك على الباب ويجلدك. شلون تبيني أحب المدرسة؟ لا اشرح لي. والله يا صالح كنا في الابتدائي في مدرسة أعتقد اسمها يزيد الشيباني، باقي أتذكر البيبان كل اللي كنت متعلق فيه. يعلقك على الباب ويجلدك وشتا، وتعرف عاد من زين الثياب اللي وش الجرم اللي مثلا صار؟ ما في جرم، لمجرد انه يعني يمكن يعني تلعب او تسوي خطا بسيط او تسوي شيء يعلقك على الباب. اي والله اقول لك، يعني تخيل يعلقك واحد على باب، انت تحط يدينك على الباب ترتفع كذا تعلق. اي ولازم، واذا في امك خير انزل بيجلدك لان تدوخ، ما يصير. وكان ينطبق على كثير من الطلاب. اي طبعا، هذا جزء من اللي خلاني أنا تعرف المدرسة طبعا، مع أني كنت أحفظ يعني. أنا كنت ليلة الامتحان أذاكر. ما حبيت ولا مدرس إلا من هو؟ مدرس الأدب رحمة الله عليه، مصري كان. يعني أتمنى أني أتذكر اسمه، لكني أتذكر ملامحه. أتذكر كيف كان يحبك، يعني يحبك في الحياة ويحبك في الدراسة ويحبك في المادة اللي أنت تدرسها. في مدرسين أنا أعتقد أنهم سفراء حب للتعليم حقيقة الأمر، وفي مدرسين هم سفراء جهنم في الأرض، يكرهوك بالمدرسة، يكرهك في الحياة مو في المدرسة. بوك تجلد بزر تحلقه على الباب، ما يصير. آخر هوشة تذكرها انطقيت فيها وطقيت فيها متى؟ والله آخر هوشة كانت في الثانوية. يعني كانت صعبة يعني، مع شخص من أعز أصدقائي اسمه كان أحمد الحيارة يعني، وكنا يعني مهبل وقتها يعني. لا والله انجلت يعني، ما فيها شيء يعني، عليك أن تحترف يعني. جددوك أكيد أنا أخذت حقي، بس أنهم لعبوا فينا يعني. والله يعني جانا طقنا. كنت السبب ولا مفترى عليك؟ لا تعرف وقتها انت كنت تدور اي مشكلة تحرش. اي تتحرش. فانت دبغنا ودبغناهم يعني. لكن كانت هوشة قوية يعني، وكانت تخيل كانت هوشة مشهورة، اشتهرت يعني، أرخت. اي والله معروفة، أو صارت مصدر التاريخ. معروفة انه يعني هذه الهوشة حقت الثانوية الشاملة. كانت من اشهر الهوشات اللي حصلت في الحياة. وين كان موقعك فيها؟ رأس حربة، دفاع، لا حارس؟ لا أعتقد وسط. كانت وسط يعني. أريك كلموني أصدقاء بعض اللي يعني ارتبطوا فيك فترة عزوبية ومعزوبية، يقولون أنك تجيد طبخ الكبسة. إيه أنا أحب الطبخ، وأنا أعتقد أنه يمكن أجمل شيء في حياتي لما أدخل المطبخ. وش موضوع النفس؟ أنا إلى الآن ما فهمته. يقول لك هذا نفسه حلو نفسه مرحب. أنا أعشق الطبخ يعني، أحس أنه الطبخ زي لما أجي أكتب. الله، أحط كل شيء في مكانه. جوعتنا يا علي. يا وين المطبخ؟ ما كنت بقوم قلنا يلا. هذا كونك بيتوتي وكسول. إيه لأنه هذا قرب شيء لك طبعا. وبعدين أحب أني أدخل يعني الأولاد يعني أوقات يتصلون علي بالعنية هم جايين، بابا تسوي لنا الأكل، خلاص أنا أطبخ لك. عندي يعني واحدة من بناتي تعشق المكرونة يعني، بس أنت طبعاً المكرونة بالبشاميل، هذه تحب المكرونة العادية سادة. اللي هي سادة الطماط. طماط يا بنت الحلال. فأنا أسويها بطريقة جيدة يعني، وبستخدم بهارات طيبة يعني، تعرف جنبنا البحرين،
أفضل أنواع البهارات اللي موجودة في الدنيا. الأسماك شلونك معها؟ عشقها يا أخي، أسافر معك الليلة. مرحبا ألف. يا سلام. ما في ما دبنا في الأكل الآن وفي شهر رمضان الفضيل، حدثني عن المائدة الرمضانية الخاصة فيك، مزاجك، وقتك، عارفك فن. أحب الشوربة صراحة بأنواعها. السلطات لازم، لأنه أنا أساسا صرت ما أكل كثير الفترة هذه مع السكر ومع الضغط ومع النقرس. أخاف اللحم، لي أكثر من 8 سنوات ما أكلت. معقول؟ ما أكل لحوم. يعني أنت نباتي ولا علشان؟ لا لا، نباتي ما أعتقد. طيب هم ما ترى، على فكرة أثبتت الدراسات أن الموضوع مش من الأكل بقدر ما هي جينات. أنا ما أحب اللحم، الحين لي 8 سنوات وقفت عنه، كان يأذيني لما أكله. طبعا المشتقات الفول، الحمص، الشغلات دي أعشقها، لكن تأذيني، بس أحاول أني أكلها. يعني أعشق بعيد الشر عنك، لكن أحب الشغلة. طيب. يعني زي القط اللي يحب خناقة يعني. نفس الموضوع. أنا ما سألتك السؤال الأهم، عوالمك وفي وحدتك، تفاصيل اللحظات، يمكن ما حد يشوفك إلا أنت تشوف نفسك. أنا أتوقع طبعاً بالسرار الفنيلة. هذا الطبيعي. طبعاً. أنا أولاً أكره أني أكون رسمي في البيت يعني. لا، خلينا نتكلم عن الوحدة شوي. ما مو بكلها شعر ولا كلها تأمل. لا لا، هي أساساً عادة أصبحت عندي أني أجلس لوحدي. للأمانة يعني. غرفتي عندي كرسي. يعني تفاصيل جزء من هذه. ما في تفاصيل. أجلس بالأربع بالخمس ساعات بالثمان ساعات، ممكن 12 ساعة وحيد في بعض الأحيان. أحب أني أكون لوحدي. أنا أعتقد أن تأمل، تفكر، هذا أفضل شيء تقدر تسويه في حياتك. تراجع نفسك طبعا، هذا غسيل. تعاقب نفسك. دائما أعاقب. شلون تعاقب نفسك؟ بالسكوت وبالصمت. طقوس كتابتك لما تيجي الحالة اللي انت خابرها وانا خابرها، بس الناس ما تعرفها. اكون وحيد، لازم اكون وحيد. وش كلمني عن وش يصيبك؟ فيه عمل كتبته يعني لا ازال كل ما اتذكر كيف كتبته اصاب برعشة وبألم شديد وبحالات من بحالة عجيبة يعني للأمانة يا صالح. وعلى فكرة ما أحب حتى أذكره لعدة أسباب، لأنه كل ما ذكرته يصاب أحد عزيز عندي بشيء صعب. تفائل. أكيد أنا متفائل. تفائل وقل لنا. لا لا لا، هذا العمل والله. طيب. بعد ما قلت كلمني عن الإلهام. قلته في مكان وفي كنا موقع. وقتها في إحدى القنوات الفضائية في الخليج. وللأسف الشديد بعدها فقدت واحد من أعز الناس في حياتي. إن شاء الله ما. وفي ليلة نفس الطريقة قلت أوكي في جلسة خاصة وفقدت أبوي. الله يرحمه. أجل لا تقول. لا لا، ما راح أقوله لسبب يعني لسبب في داخلي أصلاً ما أقدر. أنا بيك تبعد عن التشاؤم. أنا ما مش هذا مو التشاؤم.